في بداية هذه الجائحة كان الأمر مربك، أن تفرغ الشوارع، توقف المدارس، تعطل الأعمال وتغلق المساجد، كان أمر مربك جدا. وأن يكون الفعل الأصلح لنا جميعا هو أن نلزم بيوتنا دون الخروج منها إلا لحاجة ضرورية جدا، كان أمر ثقيل على النفس. ولكن الالتزام بهذه القوانين والصبر في هذا الوقت هو الحل الأسلم وهو الخيار الصحيح. والحمد لله مستوى الوعي مرتفع، والناس تحاول أن تلتزم بقدر استطاعتها، ولعلنا أيضا نسعى للمزيد من هذا الالتزام لمواجهة هذه الجائحة. ولكن إن كنت بخير وبعافية وبصحة وبأمان ولا ينقصك شيء، فهذا أمر عظيم يجب أن تشكر الله عليه كل يوم بل كل ساعة. ولكن هنالك من هم أقل حظا منا. تلفت حولك، شوف من اللي حولك محتاج هذه المساعدة. صحيح نلزم بيوتنا ولكن نفكر بغيرنا. بعض الناس هذه الجائحة أثرت عليهم جدا، تعطلت أعمالهم، انقطعت بهم السبل، قد يكونوا بعيدين عن أسرهم، لم يستطيعوا العودة بسفر أو بإنهاء عمل، فيحتاجون وقوف من يستطيعون الوقوف بجانبهم. نحن كمسلمين في دمنا وفي شريعتنا وفي عقيدتنا هذا الأمر، ونحن كعرب لا نترك من هم في حاجة. فدعونا نتلمس احتياجات الآخرين ونحاول بقدر الاستطاعة أن نساعد ونخفف أثر هذه الجائحة على من هم حولنا. فوالله إن كان هنالك انتصار ونصر حقيقي لنا في هذه الفترة هو أن ننتصر لبعضنا ونعاون بعضنا، فالفيروس بإذن الله سيمر وسينتهي، والله يكتب خيره ويمنع عنا شره. ولكن التزامنا بواجبنا تجاه مجتمعنا وبالناس اللي حولنا هو من سيستطيع إنقاذ إنسانيتنا ويعني تأصيل مبادئ ديننا الحنيف.